مساء الخير. ماذا بعد التفجير الأمني واهتراء الحكم والفساد الإداري؟ في منطق المسؤولية نسأل في حلقة الليلة، وبعد تقديم التعازي لأهالي شهداء التفجير الأخير الذي أصاب منطقة حارة حريك وقبله في ستاركو، نسأل عن رعاية جرحى المتفجرات، وهل أن هذه الرعاية تنتهي بعد خروجهم من المستشفيات التي تكون قد استقبلتهم على نفقة وزارة الصحة؟ بعد الشهداء ثمة أوجاع مضافة وربما دائمة وإعاقات، هل تدخل عالم النسيان والإهمال أم أن للإغاثة مفعول يجب أن يستمر؟ سؤال سيوجه ليلى إلى وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية في فقرة أولى من الحلقة، بعدها ننتقل إلى مقاربة قضايا وملفات طرحناها بالأرقام والمستندات لنسأل خبراء عن تقديرهم لكلفة الفساد التي دفعها المواطن اللبناني في العام 2013 بين المرفأ وهيئات الإغاثة وسكنين ومرافق خارج دوائر الرقابة وأشغال التراضي وغيرها، وماذا عن استحقاقات الفساد للعام الذي أطل مبشرا بأزمات على أكثر من صعيد أمنيا واقتصاديا، وهل ثمة مكان للاستحقاقات المعاشية والمطالب العمالية من سلسلة الرتب إلى تثبيت الأجراء المتعاقدين والمياومين وغيرها من شؤون وشجون المواطن الأساسية التي يحكمها التأجيل والمماطلة منذ سنوات؟ نبدأ بوقفة مع أوجاع المصابين في التفجيرات على أن نستكمل هذا الملف بعد التواصل مع جميع المتضررين المحتاجين إلى مساعدة. وقبل ما نبلش بالفقرة الأولى من الحلقة، رح بيسعدني أن أستضيف معي دكتور إيليا شوعي، أهلا وسهلا فيك. والأستاذ نعمة فريم رئيس جمعية الصناعيين، أهلا وسهلا فيكم. رح نتوقف بفقرة بأول الحلقة، فقرة يعني أكيد استجدت بعد التفجير اللي حصل، مع معالي وزير الصحة. وقبل ما كمان رحب مع المزير واستقبله على الهواء مباشرة عبر اتصال، رح نسمع لأحد المصابين، وأنا بهمني أنه الوزير يسمع معي الشكوى لحتى نرجع نحكي معه عن الموضوع. أحد المصابين كانوا ب يعني التفجير السابق الذي حصل بمنطقة رويس، بده يحكي عن شهادة حياته بعد الإصابة وشو عم يقدر يعمل وكيف عم يتعالج. خلينا نسمع له ونرجع لمعالي وزير الصحة. من يومين يعني شلتهم بعدهم لهلا، وبعد في بإجري وقت أنه كانوا إيدي محروقين، وعندي يعني دينة، هاي الدينة كان فيها التهابات ومفخوطة ما بسمع فيها، والإجري هي الأصعب مرحلة، يعني أصعب إصابة كانت، لأنه كان صار في نقص بالعظم، يعني في جزء من العظم انطحن. يعني احنا بنعرف أنه الدولة بتقول أنه هي رح تتكفل بالعلاج. هي يعني وقت أنا فتت هي تغطي لحد ما انت يعني لما حد ما الجريح يتعالج ويطلع من المستشفى، بعدين حتى لو عنده مراحل علاج تاني ما بطل تعترف او بطل تقوم بالتكاليف، يعني ولا حتى الادويه اللي ممكن يحتاجها بفتره العلاج اللي هي برات المستشفى. رجعت فت مره تانية، عملت عمليه تانية لاجري وطلعت، يعني كانت يومين. المشكله هي بالاجر، انه بعد عندي عمليه، بدي اشيل الفيكساتور المحطوط وحط السياخ من جوا لبلش مرحله تطويل العظم، لانه عندي مشكله بالطول. ممكن انا انه اهلي يقدروا يغطوا، يعني ما في، ممكن المشكله الماديه منها موجوده، بس في غير اشخاص يعني ما، يعني لو اصابتهم مثل اصابتي ما كانوا بيقدروا يتعالجوا، يعني هذا الشيء يعني ابدا منه منطقي، مع انه انا عم بتعالج من اصابه انصبت فيها خلال الانفجار. انا هلا مثلا في عندي دواء عم بستعمله لايدي بس لتحسين طبقه الجلد، الدوله يعني حتى الضمان ما بيقوم فيه، هذا يعتبر من ادويه التجميل. وانا شخصيا ما كنت استعمله قبل ما تصير معي الحادثه، يعني لو ماني بحاجته من وراء الاصابه اللي انصبت فيها انا ما بستعمله، يعني مش بدي فيه. فهيدي يعني اذا الادويه العلاج الجسدي ما عم بيقوموا في طبيعي، ما يكونوا مش حيكونوا مطلعين بالجانب النفسي اللي هو عن جد جدا يعني يمكن اهم حتى من الجانب الجسدي. هذا الموضوع ما حدا ضوى عليه، يعني لا اعلاميا ولا حتى وزارة الصحة أو الدولة كلها، يعني مع أنه برا بلاد برا وقت بكل الأحداث، حتى مثلا بأمريكا كل جندي أمريكي بيرجع من الحرب من العراق بيكون إذا انجرح أو مات رفيقه حده، وهو ما بيكون صار له شيء، مات رفيقه حده بيجيبوا له طبيب نفسي ليعالجه من هيدي الحالة اللي هو فات فيها، أنه شاف رفيقه مات حده. فكيف إذا شخص مات حدا من أهله أو هو يعني انقطشت إيده أو انعطب لمدة سنة أو أكثر، أو أنه فقد حدا عزيز عليه؟ يمكن الإصابة بتتعالج بس الجرح النفسي إذا بدنا نسميه ما بيتعالج، هذا بيضل إذا بقينا هيك كلهم هول بالسلطة من وراهم نحن عم بصير فينا هيك.
فمش منطق ابدا انه يصير فينا هيك من وراهم وحتى بالعلاج يكونوا مقصرين معنا. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور. اهلا ست غادة. اهلا فيك. يعني يمكن شهاده هذه سرور بتعبر عن شهادات عدد من الجرحى، بعض يعني رفض انه يمكن يعبر عن وجعه بالاعلام وعم بطريقه انه ما رح يغير شيء القصه، ولكن ربما كمان انتم بحدود يعني امكانياتكم عم تلحقوا البعض لمطارح معينه، بس بالاجمال وزاره الصحه وين وين دورها بينتهي يعني بهيدي القضيه؟ يعني قبل ما نحكي عن انتهاء دور وزارة الصحة، نعم. اليوم خلينا نحكي عن الموضوع نفسه. نحن عم نحكي عن حالات استثنائية طارئة، صحيح، تفرض حالها على كل البلد بلحظة معينة بوقت معين بكثافة، نعم، كتير كبيرة، وبتخلي الدولة قدام تحدي كتير كبير. نعم. أنا إذا بعمل استعراض خلال السنة الماضية، هيدا اللي بنحب نعرفه يعني كمان لمجمل الأحداث اللي صارت، بتقول انه نحن امام تحدي كان اكبر بكثير من طاقه وزاره الصحه، نعم. استطعنا من خلال رسم استراتيجيه معينه بالوزاره انه نستوعب حجم الاحداث اللي حصلت على المستوى الصحي، نعم. والوزاره غطت الى حد كثير كبير. انا بعرف انه ممكن يكون في اي استثناء باي عمل من الاعمال، لكن فيما يتعلق بالاعمال الحربيه وبالانفجارات اللي صارت، وزارة الصحة غطت كل المصابين في هذه الحوادث على نفقتها. هلأ حدود، نعم، المتابعة لهؤلاء تنتقل إلى هيئات أخرى، إلى وزارات أخرى. أنا بعرف تماما أنه كثير من المصابين بحاجة إلى متابعة، نعم. هذه المتابعة بالنسبة لنا حدودها ما ترسمه القوانين، بمعنى، نعم، أن وزارة الصحة لا تستطيع أن تؤمن الدواء العادي، هي مسؤوليتها بتأمين الأدوية المستعصية للأمراض المستعصية وللأمراض، نعم، المزمنة. وبالتالي مثل الشهادة اللي أنا بقدرها واللي مرقت معك اليوم، يمكن يكون تأمين كريم معين له صفة تجميلية للشخص واللي هو مطلوب وضروري له، هذا أمر خارج إطار وزارة الصحة. معالي الوزير، بالإضافة، نعم، تفضل. عفوا، بالإضافة لأنه كثير من الحالات اللي بتحمل وزارة الصحة تغطيتها بالأحداث الأمنية ممكن تكون مضمونة أو تكون تابعة لأي جهة ضامنة حكومية أخرى، عادة، صحيح، فورا بتنتقل المسؤولية من وزارة الصحة إلى هذه الجهة الضامنة، نعم، بمسؤوليتها أن التابع. طيب، ولكن معالي الوزير هون السؤال اللي بيطرح نفسه أنه هيئة الإغاثة وين؟ يعني اليوم لما نحن بنشوف أنه في مبالغ رصدت لإنقاذ أو إسعاف الناس، يعني هل تخصص مبالغ للجرحى لتعينهم بحياتهم، للمعوقين؟ يعني هل عم بصير تنسيق بهذا الموضوع، علما أنه هلأ صار عندنا كمان إضافة إلى هيئة الإغاثة هيئة إدارة الكوارث اللي كمان تضيف أعباء زيادة على خزينة الدولة؟ يمكن ما بعرف. للأسف للأسف ست غادة، أنا في أجزم لك أنه نحن مثل ما بيقولوا من اللحم الحي، من الموازنة المخصصة للاستشفاء، استطعنا بس خلال سنة 2013، نعم، أنه نستوعب 4113 جريح نتيجة الانفجارات اللي صارت، انفجار عم تعطينا ارقام سنة 2013 بس، يعني مش نعم نعم، بس بسنة 2013، نعم، بسنة 2013 بانفجار بير العبد، الرويس، نعم، انفجارات طرابلس، نعم، انفجار السفارة الإيرانية وانفجار ستاركو وحارة حراك والحوادث العسكرية والأمنية اللي صارت بمدينة طرابلس، نعم، واللي في رقم هائل، صحيح، نحن أمام 4113 جريح دخلوا إلى المستشفيات وتحكموا على حساب وزارة الصحة من دون أن تضاف أي يعني ميزانية إضافية على يعني لنفقات هؤلاء الجرحى، دون إضافة قرش واحد، نعم، على موازنة وزارة الصحة. يضاف لهم ست غادة 229 شهيد. أنا عم بحكي بس بهذه الحوادث عن الشهداء اللي فاتوا على المستشفيات،
يعني مش استشهدوا فورا وتم نقله من قبل ذويهم او اللي اسعفوا وفيما بعد استشهدوا اللي فاتوا على المستشفيات واللي عاده بيكونوا قعدوا فترات طويله او بيكونوا بحاجه لعنايه فائقه ولتكلفه استثنائيه. يعني تقريبا عم نحكي عن 4400 شخص دخلوا الى المستشفيات، بعضهم اصاباتهم بتكون كثير بالغه، عاده الاصابات الحربيه بتكون بالغه يا اما كسور. طب هل تم اقتراح مثلا ان يحوز الجريح الانفجار على بطاقه معينه تخوله انه متابعه، على الاقل متابعه اثار الاصابات اللي اصيب فيها؟ ما صار في باجتماعاتكم بعد التنسيق بهيدي القضيه؟ نحن دائما كنا نطرح بانه هذا الامر لا يمكن أن تقوم به وزارة واحدة. نعم. هذا الجريح أما سيصبح يعني للأسف أما سيصبح معاق أو عنده جزء من العطل أو بحاجة إلى متابعة أخرى تتجاوز حدود وزارة الصحة، هذا الأمر طرح بكل اللقاءات التنسيقية اللي صارت. نعم. الهيئة العليا للإغاثة عندها جزء من المسؤولية ووزارات أخرى أيضا عندها جزء من هذه المسؤولية. بكل الأحوال اليوم ست غادة عدا عن الجانب الصحي اللي عم نحكي، نحن اليوم بالبلد أمام تحدي كتير كبير. هل يعقل مثلا أنه نحن بطرابلس عنا خلال سنة واحدة بالأحداث المتنقلة اللي صارت أكثر من 1050 إصابة؟ يعني بس بين المحاور التقليدية الناس بتسمع أنه اليوم صار في اشتباك صغير، بس ما بتعرف أنه عنا 3 إصابات وأربع إصابات. يعني في عنا 3-4 عائلات عم يبتلوا بأولادهم أو بحالهم لحتى مع الأعباء اللي بتترتب عليهم بالإضافة للأعباء اللي بتترتب على الدولة وعلى وزارة الصحة. في إشارة أنا بدي أقول لها، نعم كتير مهم ما ورد في التقرير بأنه نحن بحاجة لمتابعة أيضا نفسية. نعم. وعلى ذلك أنا بدي أقول أنه في مشروع مرسوم التعاقد مع المستشفيات لهذا العام لسنة 2014 واللي أنا من على منبرك بدي ناشد صدوره بأسرع وقت، عم تابعه مع الوزارات المعنية ومع رئاسة الحكومة ومع رئاسة الجمهورية. نعم. لأهميته عفوا بقلب هذا المرسوم أضفت إلى الاختصاصات اللي بدنا نتعاقد مع الأمراض النفسية والأمراض الناتجة عن الحوادث بالإضافة إلى إضافة ما يتعلق بمرض التوحد وغيرها. بكل الأحوال نعم معالي الوزير، نحن حبينا نضوي على هالموضوع ونفكر مع الناس اللي بيضلوا حامين أوجاعهم بعد الأحداث الأليمة اللي بتصير من تفجيرات وأحداث أمنية متنقلة، فياريت أنه منتابع شوي هالملف سوا، ونحن بندعي كل المصابين اللي عندهم حالات طارئة وإنسانية أنه كمان أنه نحن لو كمان نساعدهم ليوصلوا صوتهم. شو بنقول له لهادي سرور هلأ؟ يمكن سمعته كل ما يتعلق بغض النظر عن إصابته بانفجار أو عدم الانفجار. نعم. إذا لم يكن مضمونا هو يستطيع بكل تأكيد أنه يتابع علاجه على نفقة وزارة. وإذا كان مضمونا واليوم الضمان تعرف قديش بدل الواحد ليقدر يرجع فواتير الضمان، يعني كمان يعني ما في عنده حالات استثنائية الجرحى التفجيرات. للأسف بهذه الحالات خاصة بالجرحى الناتجة عن الأعمال الحربية والانفجارات عم تتحمل الوزارة استثنائيا على مسؤولية الوزير دخولا إلى المستشفيات. طيب. إله ولغيره. بتحب تضيف شيء؟ بتحب تضيف شيء معنا؟ متابعة علاج نحن جاهزين، هن بيعرفوا كيف بيتواصلوا مع الوزارة إذا كان في أي خلل بهذا الموضوع، نحن موجودين بالوزارة لمتابعة علاجهم. بيبقى في ثغرة بدنا نكون واضحين فيها أمام الرأي العام إنه ما يتعلق بشراء الأدوية العادية للأمراض الغير مستعصية وللأمراض الغير مزمنة، هذا أمر له يعني له آلية مختلفة عنا بحاجة لقرارات استثنائية، لأنه القانون ما بيسمح لنا إنه نشتري مثل هذه الأدوية، وهذا الأمر بعهدة الضمان الاجتماعي. أنا بدي أشكرك معالي الوزير، أقله يعني كان مفروض أن نبحث هذا الموضوع ونطرحه كي يصار إلى وضع حلول له استثنائية على غرار يعني أنه هذه الأحداث الاستثنائية. شكرا لك، وكمان باتصال بدي أخذ رأي معالي الوزير وائل أبو فاعور. مساء الخير. مساء الخير.
معالي الوزير، اليوم وبعد التفجيرات الأليمة اللي عم تحصل، في ناس مثل ما قلنا عم بيحملوا أوجاعهم، يعني عم بيكونوا يمكن عم تحولوا لمعوقين. ما هي إمكانية هالوزارة تجاه هؤلاء الأشخاص، علما أنه هيئة الإغاثة مفترض أن تكون هي تكوينة عدد من الوزارات لإعانة الناس، ولكن بنرجع بنلاقي الناس عم بيرجعوا وحدين بعد ما تكون كل الهمروج الإعلامية، عم بيبقوا وحدين، عم يرجعوا يعملوا كذا واسطة لا يقدروا يأمنوا دواء أو لا يقدروا يأمنوا مساعدة. فوين الوزارة إلى دور بهذا الإطار؟ وهل اقترحتوا أنه يكون في على الأقل نوع من معاملة خاصة أو بطاقة خاصة بيحملها جريح التفجير أو الأحداث الأمنية اللي للأسف عم نشهدها بكثرة وبقوة بهالبلد بهالأيام؟ هذا أول شيء أنا بشكرك على طرح الموضوع، لأنه للأسف كنا اعتقدنا أن الحرب الأهلية ولت بدون رجعة، وبالتالي المرحلة السياسية والمرحلة الأمنية اللي عم نعيشها تقتضي طرح هكذا أسئلة. نعم. سيما أنه للأسف العدد الكبير من الشهداء ومن الجرحى من المواطنين الأبرياء. نعم. اللي ما إلهم دم. عم نحكي خلال عام بالآلاف، يعني عم نحكي. بالضبط. نعم. بالضبط. يقتضي النظر بهذا الأمر بشكل مختص. بعادة الدولة تتحرك عادة بعد الانفجارات تتحرك عبر جهازين، الجهاز الأول هو وزارة الصحة العامة بتأمين الطبابة والاستشفاء اللي هو المستشفيات لكل الجرحى وكل المصابين، وبتتحرك بالتعويضات للهيئة العليا للإغاثة. للأسف وزارة الشؤون الاجتماعية لم يسمد لها أي دور إلا بالانفجار الأخير الذي حصل بجانب السادة السفارة الإيرانية، طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتولى مسألة إسكان أو إيواء العائلات اللي فقدت مساكنها أو ضررت مساكنها. ليش هالمرة طلب منكم يعني؟ ليه مش قبل؟ للمرة الأولى بادر اللواء خير العقد اجتماع للجنة الطوارئ، وبالنقاش تم طرح الأمر وأبدت وزارة الشؤون الاجتماعية استعدادها لتولي هذا الأمر. نعم. على أنه الأموال تدفع من الهيئة العليا للإغاثة، يعني الأموال ليس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، دور وزارة الشؤون الاجتماعية دور تنظيمي. في فترة سابقة هذا أمر ذكر بالإعلام وأنا ما علقت عليه لأنه ما حبيت أدخل بجدل. نعم. لمن حصل خطف المواطنين اللبنانيين بأعزاز. نعم. وتم توجيه أكثر من ملامة لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه لم تتولى شؤون العائلات. قمت كوزير بطرح الأمر مرتين في مجلس الوزراء، طلبت بإعطاء إمكانيات لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحد الأدنى لإعانة هذه العائلات في هذه الفترة الصعبة التي تمر فيها. صحيح. بحال يعني تحديدا خطف يعني أرباب العائلات وأولياء معيلينهم يعني. نعم نعم نعم. عندما طرحت هذا الأمر قيل في ذلك الوقت من طائف واسع من الزملاء ومن الوزراء أنه ما فينا نفتح هذا الباب لأنه في مخطوفين من الحرب بلبنان وفي ومنتذكر أنه بمبادرة خاصة لواء عباس إبراهيم كان عم بيساعد من الأمن العام أولا مبادرة مشكورة من لواء إبراهيم. نعم. مبادرة مشكورة. ثانيا لديها إمكانيات، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية لو كان لديها إمكانيات كان ممكن أن تقوم بهذا الأمر. يعني عم بتحولوا الوزراء لشاكين، يعني هيدا خطر يعني كمان. لا مش شاكين، لأنه يعني الوضع الأمني اللي عم يطرح حاله. نعم. بيفترض إعادة هيكلة عمل الوزارات. هل فكرتوا بهذا الموضوع مثلا؟ هل فكرتوا مثل ما قلت أنه على الأقل يحمل الجريح جريح الحرق التفجير أنه نوع من بطاقة تخوله لإتمام علاجه لمساعدته؟ هل الجريح اللي عنده حالة علاج دائم بتصور وزارة الصحة بتتولى؟ والمعوق، هل المعوق يحصل على البطاقة؟ اللي بيصير عنده إعاقة دائمة بيحصل على بطاقة إعاقة وبيستفيد من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية. يعني ما فينا كل جريح، أنا مع هذا الأمر، بس ما فينا كل جريح إذا كانت جرح طفيف أو عابر أو تعافى وما ظل عنده أي. يعني ألسنا بحاجة إلى تنسيق أكثر بهذا الإطار برأيك؟ ويمكن بلشنا عم نطرح أكثر من تنسيق. نعم. بحاجة لإعادة تصويب لوجهة نظرنا ولأولوياتنا. نعم. يعني بعطيكي مثل، المحررين الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية. نعم. كان لهم برنامج بوزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. وتم إيقافه منذ سنوات، 6 أو 7 سنوات، بوقت في أسرى يعني يحتاجون إلى من يقف إلى جنبهم، تعرضوا لضرر نفسي، تعرضوا لضرر معنوي، لضرر مادي، لضرر صحي،
وليس هناك من يرعاهم في الدولة اللبنانية. لدينا برنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية للأسرى المحررين، ولكن أيضا ليس هناك إمكانيات. نحن بحاجة لإعادة النظر بالأولويات. بكل الأحوال إن شاء الله منتابع هذا الموضوع معكم. أنا بشكرك معالي الوزير. شكرا. إن شاء الله، وكمان إذا الموضوع يعني فاق حده بهالإهمال نحن مستعدين ننقل شكاوى المواطنين للوزراء المعنيين. شكرا لكم. شكرا. قبل ما انهي الفقره، شو تعليقكم؟ شو تعليقك استاذ؟ فكرت لحتدق لشكاوى الوزراء انه بالنهايه مزبوط انه عم نرجع عم نطلع عم نلاقي بكل وزاره في عندها كمان مأساة وحجم من الاعباء الاضافيه. يعني شو بدنا نقول؟ ما بعرف. استاذ غدا، انا بدي اقول لك اول شيء بدنا نشكر الوزراء يلي يعني بعدهم عم بيصرفوا اعمال بعد 8 اشهر لليوم. نعم، وهذا شيء ملفت ومشكورين، لانه الوضع الصعب يلي عم نعيشه. نعم، بده مجلس وزراء عم يجتمع كل لحظه وكل دقيقه، وخليات امنيه وكوارث للكوارث لاداره الكوارث كل لحظه عم تشتغل. نحن عم نشوف بالفعل، بنحييهم وبنشكرهم، لانه في عم بيصير في عندهم نوع من مبادرات فرديه. نعم، مبادرات فيك تسميها نوع من اندفاع ذاتي ليقدروا يتاقلموا مع الازمات السريعه. صح، يلي كل صحيح. لحظه عم تجي، كل لحظه عم تتكرر، وهذا شيء دكتور يعطيني العافية. بس هل يعني برأيك مفروض تتنظم هذه المساعدات؟ لأنه يعني عم نشوف كمان الفساد بقلب الهيئة الإغاثة، بقلب مجالس وصناديق، ويعني بالمقابل ما منلاقي المساعدة تذهب إلى مكانها الصحيح. يعني ليش هذا الضياع؟ بدك تسمحي لي، ما في شك انه موضوع الفساد يلي رح نحكي فيه الليله هلا بعد الفصل الاعلاني، بس تعليقا على هالموضوع يعني، وهو انسان يعني ملح. ايه، بس خلينا شوي نروح لاعمق من مساله الفساد يلي بتشكل ظاهر الامور. يعني هي هالشقه لا، بس اقتراح سريع، يعني هل يجوز ان يترك هؤلاء الناس اللي بنبكي كلنا بلحظه وقوع الانفجار، بنبكي كلنا عليهم وبنقول انه على نفقه الوزارات وكذا، وبعدين بنشوفهم انه عم ينتركوا بهي الشكل؟ ما في شيء، ما مش مفروض هيك نتحرك كمجتمع مدني باليه يتنظم لهم اليه معينه؟ يعني هلا ما في شك انه الدوله اليوم نعم عم تسعى بالامكانات المتواضعه الماليه المتواضعه يلي بين ايديها، انه عم تسعى تعمل شيء وتساعد، ولكن منه هيدا كله منه حل بكل الأحوال. هيدا لأنه يا غدا تقليك شالي، تجربة الدولة المركزية بلبنان تجربة فاشلة. بعد الفاصل الإعلاني سوف نتحدث ببعض الأرقام أو بعض الوقائع، يعني مش غريب على برنامج الفساد أنه نتحدث عن هذه الأرقام، لأنه نحن كنا كشفناها بالمفرق. هلأ بنحكي عنها بالجملة كحصيلة العام 2013، رح نجرب نضوي على حصيلة أو حجم الفساد أو كلفة الفساد خلال عام بكل الأماكن التي يوجد فيها هدر وفساد، ونشوف أنه نحن لوين رايحين بالعام 2014 مع ضيوفنا بعد الفاصل. منتابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة. دكتور ياشوعي، بعض الأرقام يعني قبل ما ندخل بالرأي، بعد هل هناك بعض الأرقام عن كلفة الفساد في لبنان خلال عام 2013، واللي هي استمرارية للعوام اللي قبل يعني؟ ولكن إذا ما نعطي رقم إجمالي نعم بقدر نقول أنه كلفة الفساد بمجالات عديدة بأماكن عديدة بلبنان، مثلا من وين؟ من مرفق بيروت نعم إلى كازينو لبنان نعم إلى الهيئة العليا للإغاثة، إلى التلزيمات بالتراضي إلى سوكلين إلى آخره. يعني في أماكن كثيرة نعم فيها هدر وفيها فساد مالي. فالأرقام هون عم بتدل على أنه تقريبا نعم سنويا هذا الفساد، إذا بدنا نعطيه رقم وقيمة، تتراوح قيمته بين 3 مليار و 3 مليار ونص دولار سنويا. يعني هيدا بنقدر نفصل، فينا نقول حصيلة عام، وربما انه تنسحب على المرفق وحده. نعم، المرفق وحده نعم في هدر مالي بحدود المليار ونص دولار، لانه نحن عندنا واردات جمركيه سنويا ومن نعم ضريبه القيمه المضافه تقريبا ب 3 مليار دولار. مرفق بيروت وحده بيأمن 80% من هذه الواردات. يعني مرفق بيروت هو مرفق رئيسي بموضوع تأمين الواردات. كيف بتقدر هالكلفة الفساد؟ يعني كيف هالرقم؟ في إلى لا أقولك في إلى عدة وجوه يعني. نعم. أولا في فساد بين المستورد وبين البائع.
بموضوع التلاعب بالفواتير. نعم. هناك فساد على صعيد التصريح بمرحلة التخليص. في فساد قائم على رشوة الكشاف وأيضا اللي فوق الكشاف المراقب. يعني في مثلا خفض قيمة الفواتير الحقيقية. هل لاحظت دكتور؟ يلي بتخفف من قيمة طبعا ضريبة القيمة المضافة. يعني هودي كلهم إذا جمعناهم بسلة واحدة. بسلة واحدة. ممكن إن نوصل إلى مليار ونص. وهذا اكتشفناها مؤخرا. نعم. في رسوم سيادية تفرض بقرار من إدارة المرفأ وتجبى من المواطن وتوضع في صندوق خاص يدار من قبل إدارة يعني المرفأ، مرفأ بيروت. وتقول مصادر يعني أكيدة من القضية أنه في حوالي 200 مليون دولار سنوياً يوضعوا في هذا الصندوق ويصرفوا من دون أي حسيب ولا رقيب. يعني لا معروف فيهم بعض. لا لا، في بعض الجهات الرسمية عم تستفيد من هذا الصندوق، ما بدي أذكرها. بس أنا هون بفضل أنه من خلال الموازنة العامة أنه يكون في شفافية بهالموازنة ويكون فيها شمولية، بمعنى أنه ما نأمن واردات أو ما نأمن أموال لجهات معينة أو لمؤسسات معينة رسمية من غير أو من خارج الموازنة بواسطة صناديق سوداء مثل الصندوق اللي عم تذكريه هلا. نعم. أنا بفضل أنه كل التمويل، تمويل المؤسسات الرسمية، أن يتم هذا التمويل من خلال موازنة شفافة وشاملة. نعم. الموضوع اللي رح بس بدي أتوقف بموضوع المرفأ مع أستاذ نعمة، كونه معنيين أنتم بالمرفأ كصناعيين يعني. نعم. شو عندكم ملاحظات على هالموضوع؟ وطالما أنه أنتم لمحتوا وأعلنتوا أنه يجب وقف الهدر. نحن أول شيء أنا بعتبر أن مرفأ بيروت عمل إنجاز. نعم. بالناحية لوجستيكيا قد قدر نمي بس تسكر حدود البرية قدر يطلع. بس لتعرف ليعرف المشاهد. نعم. أنه بور بيروت دوبل عملية الكونتينرات أو التوناج اللي عم يقطع فيه بظرف 6 أشهر، لأنه سكرت المعابر البرية. وهذا شيء ملفت، أخر علينا شوي ولكن لبى، وهذا شيء كبير مهم. ولكن للأسف مثل ما تفضل الدكتور وقال، اليوم عم يدخل إلى لبنان حوالي 15 مليار دولار بضائع. نعم. اكيد مثل ما تفضلوا قال كمان فواتير. يمكن انا بعرف انه الصناعيين اكثريتهم بيصرحوا مثل ما هي عمليه، بس في اكيد في لعب بمحلات ما حوالي على القليله 20% نازل. زائد على ذلك اذا بتطلع باتفاقه يلي لازم تجي عن بور بيروت او يلي الجمرك، معدل الجمرك ليش لازم يكون على بور بيروت كتير عم يجي أقل من هذا الشيء. لا بل السنة إجا أقل، إجا أقل أكتر بكتير من هديك السنة. يعني نحن يعني نقدر نشوفه ندرس سنة عن سنة. نعم. هذه السنة أقل من هديك السنة، بما أنه نحن داخل إلى لبنان بضائع أكتر لازم يكون، بس تطلع فيها جاي أكتر، جاي أكتر. هذا بيدل أنه في تهريب شي محل. ولكن للحقيقة الحقيقة أنا بعتبر مش هودي النقط يلي عم بيهربوا أكثر شيء قيمة مضافة على البلد. أنا بنظري الهدر الأساسي وين؟ هو بالوقت. الهدر الأساسي بآلية أخذ القرار يلي بتاخد 5 سنين تناخد قرار بلبنان مثلا، تناخد فكرة. نحن اليوم موازنات صلنا 5 سنين مش عاملين موازنة. نحن اليوم بس نتطلع نلاقي أنه بس هذا كله العام عم بزيد كلفة كل اليوم الهدر. أنا لقلي. نعم. ذكرتني هيدي بأحد المسرحيات للرحابني بيقول له 1000 ليلة من سرقة الزرزور ما بتساوي نص ساعة من سرقة الناطور. نحن اليوم الوقت كله يلي عم نهدره. بس لتاخذي فكرة، سنة 2013 نعم العجز بالموازنة حيقطع حيقرب على 5 مليار دولار بسنة واحدة. سنة واحدة هيدي كنا مبلشين من 4 سنين بمليارين ومليارين ونص. بس لانه قاعدين وشو ليه؟ لانه زادت كلفه الفساد ولا لانه زادت كلفه خدمه الدين؟ لانه نحن وليش عم اقول لك الوقت، الهدر بالوقت بلبنان هو اكثر بكثير من كل شيء فيه نحكي عنه. هلا بتعرفي بس تريك شغله كلمه واحده، ديننا العام سنه 2013 رح يزيد 5.5 مليار دولار.
يعني لازم نحط براسنا. طيب هل توافق انه كلفة الفساد كمان عم تبلغ هذه المبالغ اللي حكى فيها الدكتور ياشوعي؟ كلفة الفساد كلفة الفساد كتير مهمة. بس انا برجع بقول لك اول شيء مش عم اقول انه ما في فساد بلبنان. تاخذي فكرة لبنان بمعدل مؤشرات عالمية طلع الرقم من اصل 177 بلد طلعنا 127 بالشفافية بالفساد. مرتبة الفساد يعني عمليا نحن كارثة. نعم رح نتفق عليها. كل سنة عم نزيد فساد عن سنة. يعني كانت علامتنا 30 على 100 سنة 2012 صارت 28 على 100 سنة 2013. بدي أضيف شغلة بالنسبة للمرفأ. التهرب من الرسوم المرفئية هيدا عم بيخلق مشكلة على صعيد التنافس. يعني اللي عم بيقدر يتهرب من دفع الرسوم من المستوردين عم بينافس بطريقه غير شرعيه الذي يستورد ويدفع فواتيره كما يجب ولا يتهرب من دفع اي رسم. هيدي من ناحيه. ناحيه ثانيه كمان قصه المستوعبات والسكانر. يعني ما بنقدر كمان كل المستوعبات يلي بنستوردها ان نمرقها على الخط الاحمر بمعنى ان تفتش بطريقه تلقائيه. لا بدأ بس كل المستوعبات يجب أن تمر بشيء اسمه سكانر. ونحن بنعرف أنه هذا الموضوع بمرفق بيروت عليه إشكالات كتير كبيرة. منهم بيقولوا سكانر مخرب، منهم بيقولوا بيقولوا عم نصلحه منهم. يعني هيدي مسألة يجب أن تحسم بأسرع وقت ممكن. يعني بمعنى انه كل المستوعبات يجب ان تمر على سكانر، بس مش كلها يجب ان تمر على الخط الاحمر مشان تمن اخر موضوع التسليم ونأخر الانتاج. خاصة هلا هذه الوقفة بالمرفأ. يعني هل المرفأ هو أكثر الأماكن اللي فيها هدر أكثر بين القطاعات الأخرى من تلزيمات التراضي مثل ما قلنا واللي ومن ضمن عقد سكنين الشهير ومن الأمور الثانية؟ هل هو الأكثر؟ طبعا أنا برأيي مقياس عم نعمل مقياس. المرفأ هو المكان يلي بيشكل الثقل بمسألة الفساد المالي باللبنان. إذا بدك الفساد مظبوط، الهدر لا. أنا بعتبر كهرباء لبنان برأيك. أنا بعتبر كهرباء لبنان هذا المرفأ الأول في الهدر في لبنان. بس تاخذي فكرة تفضل كل ميجاوات بنبيعه صح فساد. إيه ما هو فساد. عم نحكي أنا يعني بالكهرباء الفساد لبنان للهدر. لا ما تبي كهرباء لبنان ما بنقدر نقول فساد. لا 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 ما أنا تفضلت وقلت قلت لك مش عم طلعنا من فساد لا في هدر عن طريق الفساد وفي هدر عن طريق الإهمال. مش عم نحكي عن فساد كهرباء لبنان. مشكلتها الأساسية مشكلة تعريفية مش مشكلة فساد. الفساد هو بالمرفأ بس الهدر اثنيناتهم بوصلوا وصلت النقطة. ايه طبعا يعني طبعًا. اليوم نحن كلفة الإنتاج بكهرباء لبنان تفوق ال 20 سنت بالكيلووات من بيعها ب 11. اي هيدا غير موضوع. لا هيدا موضوع اساسي إيه؟ لي انا إيه بس هيدا كله عم ينتهي مش الى الفساد. ايه اكيد بس ليه مش عم تتغير التعريفة؟ ليه مش عم انا مش عم بطلب انه تغير تعرفي من ليلة لبكره بس انا عم بطلب قديش في عندك رقم عن حجم الهدر هيدا اللي ليك هذا الهدر اول شيء تنتفق كل ساعه انتاج بلبنان ننتج نحن حوالي 1700 ميجا وات. نعم ب 1700 ميجا وات نحن بكل ميجا وات بنخسر حوالي ال 100 دولار اليوم بين كلفه الانتاج وكلفه البيع. اضربي 1800 ب 100 بيطلعوا 180 الف دولار بالساعه. بالساعة يعني هل قد عم نخسر وانا بتقليلي يعني عمليا حوالي المليارين يعني دولار حوالي المليارين دولار يعني الكهرباء معروف صار مليارين دولار بالسنة عبر ميل البترول الحالي. اي انت ما حسبت الكهرباء ضمن الفساد اللي انت معه. لا لانه لا لانه ما هو فساد لانه منه فساد هيدا هدر. لا تنأكد على الرقم اللي عم ناخده كتلاتة مليار. إيه لا هيدا من دون الكهرباء. لا 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 أكيد بدون الكهرباء. يعني إذا أضفنا الهدر على الفساد بصير عنا خمس. إذا أضفنا هدر الكهرباء على الفساد أنا بدي وصلك بالحديث. نعم أنه نحن إذا بدنا نفكر بالطريقة اللوجيك أول شيء بدنا نشتغل عليه كيف نوقف هلأ ني بإيدنا الهدر يلي فينا بقرارات بإيدينا نقدر ننفذها. لأنه كل هالقرارات اللي منأخرها ما بتبين بالعجز وبتنبع اخر شيء بالدين العام. وين ملاحظاتك الدين العام غير الكهرباء؟ انا لألي اليوم كازينو لبنان مثلا هلا بنحكي عنه. تفضل ليش لا ما نحكي عن يعني عم نعمل حصيله نحن للعام اللي نحن جايينا اليوم جايك اليوم قرارات مهمه
لازم تتألف حكومة بأسرع وقت ممكن ليروح على الشلل يلي مبين بالإدارات، يلي مبين بالتعيينات، هو كلهم بيخلقوا منظومة فعالة. بس هلا حدا عم يسمعنا بيقول بحكومة أو بغير حكومة، إيه؟ هالكلفة عم ندفع لا يعني حتى بكل الحكومات اللي مرقت كنا عم ندفع هذه الكلفة ومستمرين بدنا حكومة تاخد قرار، بدنا حكومة تاخد قرارات سريعة. نحن الوقت منه لوكس لقلنا بعد فينا ننطره. يعني وصلنا لمرحلة أنا اللي عم جرب أقوله، وهذه الصرخة اللي بدنا نصرخها اليوم لكل مواطن لبناني ولكل مسؤول لبناني، ما بقى في حق لنا نضلنا علقانين مع بعض، لأنه العداد ماشي صار لنا 4 سنين أنا وياكي عم نحكي ونعلق مع بعض في عداد ماشي. هالنزيف هيدا يلي كنا عم ننزف فيه بالسنة مليارين دولار صرنا ننزف 5. سنة 2014 رح ننزف 5.5 ل6 مليار دولار، لأنه عم بزيد كتلة الدين، عم بتزيد الأكلاف، عم بتزيد النمو. صار في شيء كتير سبيسيال بال2013 كتير مهم، نمي الدين 7.5 ل8%، نمي الاقتصاد اللبناني 1%. شو يعني؟ يعني القياس عم يصغر والمرض عم يكبر والدواء عم يصغر. صح. بس تطلع على هالمنظر بتقولي إذا نحن قاعدين بعدنا عم نتشارع، في قرارات سريعة بتتخذ في البلد ما عم نقدر نخدها لأنه مشلولين، بس النزيف ماشي. دكتور يشوعي يمكن عندك وجهة نظر مختلفة بمقاربة الحلول. شوف لقليك بس بعدنا نحن بالأزمة، يعني هذا اللي عم نحكي بس فيها. لكي نحن بنلم من لبنان أخذ استقلاله عايش فترة استقرار نسبي دامت 25 سنة، ثالثة فترة طويلة من الحروب ومن عدم الاستقرار. صح. دامت 45 سنة وبعدها مفتوحة، يعني لغاية اليوم صرنا شو السبب؟ في أسباب يعني أساسية تعود إلى يمكن الطبقة السياسية في البلد، إلى تحالفاتها يلي ما كان دائما محظوظين بتحالفات الطبقة السياسية، لا لأنه تحالفاته مع الخارج ما كانت دائما مع دول متحالفة هي بدورة بين بعضها. نعم. كانت متخاصمة فيما بينها، وهذا الخصام الخارجي كان عم ينعكس سلبا يعني على هي الفاتورة السياسية عم ندفع بعدين في شغلة في شغل أساسية كمان كنا نحكي نحن بالتعايش، ونحن طورنا مفهوم التعايش إلى العيش المشترك. شو يعني العيش المشترك؟ هذا مفهوم عميق كتير، هذا يفترض التسامح ويفترض القبول بالآخر ويفترض الاحتمال. طيب أين نحن من العيش المشترك اليوم؟ معناتها هيدي من ناحية أخرى، من ناحية أخرى هذا الصراع اللي نحن دخلنا حالنا فيه. هلا طبعا بدك تقولي لي في عوامل خارجية، ولكن نحن كشعب وكشعوب عربية نحن كنا مستعدين نفوت بهيك صراع، صراع مذهبي، صراع طائفي، وهذا أنا برأيي رح يقضي على العرب ورح يقضي على الدول العربية وعلى موقعهم على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، ويمكن يقضي على لبنان أيضا. طب كيف بدنا نحل هالمسألة هاي؟ نحن تمت التضحية فينا يا غدا، 45 سنة نحن ضحوا فينا. طب هل كمان نحن بدنا نضحي 45 سنة أخرى بأولادنا؟ شو لازم نعمل؟ شو لازم اليوم نحن من عم نوقف نحكي بهذه الأرقام، الفساد بهذه الحالة اللي نحن مش هو مظهر من هو علة من العلل الظاهرة لهذا الكيان المريض عضويا مريض. فإذا هذه الدولة المركزية يلي جربناها 45 سنة تجربتها كانت فاشلة، غدا رح تضل تولد فساد، رح تضل تولد مشاكل، رح تضل تولد عجوزات، رح يضلوا الدين يتراكم. هذه الطبقة السياسية عجزت عن كسر الحلقة المفرغة، حلقة العجز وحلقة الاستدانة وحلقة الإفقار وحلقة إقفال المؤسسات وحلقة تهجير الشباب، فشلت بكسر هذه الحلقة. منستمر منضحي بأولادنا 45 سنة أخرى؟ شو بنعمل؟ المجتمع المدني اليوم دعا لتحرك. فإذا عظيم اتفقنا إذن مطلوب. أنا عارف ما بتوصلوا معك شو مطلوب وأنا معك فيها. بما أنه تجربة الدولة المركزية بلبنان فشلت، لابد ما أنه نحن إذا هني ما بدهم نحن بدنا، نحن الشعب نحن القوة. نعم. بالنتيجة نحن القوة، مش هن القوة، نحن القوة. هيدي بدت تترجم، بدت تترجم نظام سياسي جديد قائم على لا مركزيات واسعة جدا إداريا وماليا، إنما بيضلوا لبنان
موحد على الصعيد السياسي، في مشتركات تهتم فيها حكومة مركزية، ولكن بيكون في حكومات تنموية، مجالس محافظات هي بتهتم بالمسائل الإنمائية والإدارية وجباية الضرائب، وهي بتحول جزء من هذه الجباية إلى الخزينة المركزية، والخزينة تساعد عندئذ الأقاليم أو المناطق الأكثر الأقل دخلا والأكثر فقرا. غير هيك ما نتأمل بقى خير. طيب. أنا بدي أسأل سؤال. بدي بس على الموضوع. من وحي هيدا الموضوع سؤال. اليوم. بس هيدا من ضمن محاربة الفساد. يعني المجتمع الاقتصادي اللي بدي أسميه اللي أخذ إطار الهيئات الاقتصادية. نعم. اليوم ليش هن كمجتمع مدني إلو تقلو عنده تقلو بالبلد عندكم أنتم الاقتصاد بإيدكم كهيئات اقتصادية. نعم. ليش أنتم ما بتدعوا لحراك مدني؟ يعني ليش ما بتعترضوا بالدعوة لحراك مدني؟ مزبوط. هل لأنكم أنتم بقلب الهيئات الاقتصادية تنتمون إلى تيارات سياسية لا أيضا؟ لا أبدا بالعكس. محلكم تطلعوا من هذه التيارات السياسية؟ وليش أنه أنتم بدكم ما بدكم تعملوا نوع من نهضة شعبوية ضد اللي عم بيصير، ضد الفساد السياسي وضد الفساد الاقتصادي والإدارة اللي حاصل؟ أنا بدي أشكرك لأنه فتحتي الموضوع تحكي وهلأ بدي تعطيني وقت. فضل. أول شيء بدي أقول لك نحن كهيئة اقتصادية صرخنا ثلاث صرخات كتير كبار، وواحدة منهم وقفنا مؤسساتنا، سكرنا بكل معنى الكلمة نص النهار لنهار، هاي واحدة. اثنين، وهذا مش كافي، طلعت صرخات كتير كبيرة من محلات كتيرة، واحدة منهم أنا عبدك الحقير، عملت مشروع اسمه لبنان الأفضل يلي هو بيتطرق إلى هذا الأمور، هذه الأمور. ولكن بس نطلع عليها، وإذا بدي أحكي كلمتين على هذا الموضوع، المنظومة كلها سوا بدنا ننظر لها في لبنان، والفكرة الأساسية بدها تكون مش بس محاربة الفساد، محاربة قلة الفعالية. نحن الأساس عندنا الفعالية والإنتاجية بكل معنى الكلمة، إنتاجية في آلية أخذ القرار، لأنه فساد في الرؤية وفي التخطيط، لا وكمان لأنه في عندنا خلل أساسي سميته النظام التشغيلي operating system تبع لبنان. كيف لبنان عم يندار؟ وهون منشوف أساس النهضة أو الرؤية الجديدة للمنظومة اللبنانية الجديدة، مثل ما تفضل وقال الدكتور، لا مركزية أساس، الحياد الإيجابي أساس. خلينا نكفي، خلينا نكفي. على أي حكومة بدها تجي على البلد؟ أول شيء، أول شيء نحن أي شكل من أشكال بين هذه بين الحكومة؟ أنه نحن ما عم نقدر نضغط على ولا حكومة، نحن اليوم ما عم تواجهوها، ما عم تواجهوها للحكومة، في أكثر من في أكثر منا واجه هالمرة، عم بحكي آخر ست أشهر، في أكثر صرخة طلعت من الهيئات الاقتصادية قبل هالست أشهر، ست أشهر سكرنا، صرخنا ثلاث مرات بالبيال إذا فايقة، وواحدة منهم سكرنا. ليه ما بتدعوا لحراك شعبوي على الأرض؟ عندكم أنتوا اليوم عمال موظفين، عمال موظفين، اليوم مجتمع مدني بده يعمل تظاهرة بينزلوا 20 شخص. أنا بدي أسأل سؤال على الهواء، هل المسمعني بيشجعنا نحن ناخد قرار نوقف مثلا تسليم البترول على محطات البنزين على 4 أيام؟ بيقبل اللي عم يسمعني أنه يغلى الخبز ويسكر الأفران ويسكر الترومبات لانه نحن عندنا رؤيه معينه؟ اذا كان هيدا الثمن في انقاذ للبلد، ايه بيستعد. انا مستعد قبل نصرخ ونقول للقيمين، للمسؤولين، للمسؤولين، للمسؤولين اليوم باسرع وقت ممكن الف حكومه، باسرع وقت ممكن الف حكومه، بس الف حكومه بفكره انه هالحكومه بدها تاخذ قرارات كبيره، لانه المريض عم بيموت. نحن اليوم قاعدين، اذا ما كانت الحكومة راضية عنا الاطراف السياسية ما بتاخد ثقة، من هيك بدنا اياها تاخد ثقة، من هيك بدنا اياهم يرضوا عليها، لانه اذا غرقت الباخرة اللي عم نشوفها هلا كل السياسيين رح يخسروا. نحن اليوم سنة 2014 مطلوب من الدولة اللبنانية تزيد، تلاقي حدا يدينها 15 مليار دولار بين العجز الجاي وسندات الخزينة اللي بدنا نقلبها. بدي اسال سؤال، بدي اسال سؤال، تفضل اسمح لي. بالنسبه للحكومه انا بوافق الزميل الكريم، نحن طبعا بحاجه لحكومه مركزيه. نعم. وهون اذا بدنا نحارب الفساد بدنا نرد الاعتبار للوزارات. كيف بدنا نرد الاعتبار للوزارات؟ يعني كل هيدي المجالس والصناديق والهيئات اللي اوجدناها هيدي كلها بدت يتم إلغاء لأنه غير خاضع على الرقابة. رح أعطيك مثل. نعم.
خدي مجلس الماء والأعمار. نعم. هيدا مجلس تم إنشاؤه بظرف استثنائي أثناء الحرب. صحيح. وحامل اسم شو؟ الماء والأعمار، لأنه كان في حرب بلبنان. هيدا أنشئ بي 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 بوقت استثنائية، المفروض أنه هلأ نية وأطبع لرئاسة وهلأ نية، يعني صلاحية التمويل تبعه تروح لوزارة المالية، صلاحية الدراسات تبعه تروح لوزارة الاقتصاد، صلاحيات التنفيذ تبعه ترجع لوزارة الأشغال. الهيئة العليا للإغاثة هيدي مسألة اجتماعية، لازم كل هيدي تصفي مديرية. هلا عندنا هيئة جديدة اسمها إدارة كوارث، خليها يعني صاروا هيئتين، خليها تتحول خليها تتحول إلى مديرية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. كذلك الأمر بالنسبة للمهجرين بيتحول إلى مديرية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. هيدي إذن رد الاعتبار ورد الصلاحية لأصحابها. هيدي واحد مع إلغاء كل هالأمور، لأنه في هيدي هالمجالس والصناديق وقد ما بدي الفساد، قد ما بدك فيها، قد ما بدك فساد، قد ما بدك فساد. بعدين الخصخصة هي شكل من أشكال اللامركزية. هي ما تكلمنا عن اللامركزية الواسعة إداريا وماليا، الخصخصة هي شكل من أشكال اللامركزية. ليه؟ لأنه إذا وقعت الدولة المركزية على عقود إدارة وتحديث للمرافق اللي فعلا عم تشهد خسارة أو فيها هدر كبير من المال أو فيها سوء إدارة من قبل الحكومة الدولة المركزية، أولا منوفر أموال، ثانيا منخلق ظروف عمل، ثالثا الدولة بتحتفظ بملكيتها، منحدثها، يعني إشراك القطاع الخاص، انتاجيتها، قانون التشريك بالقطاع العام والخاص. ليه مأخر؟ حدا في قال لي؟ عم بيحكي الزميل، حدا قال لي ليه مأخر؟ نرفع انتاجيتها. نعم. وبنرفع ساعتها مردودها، والكل it's a win-win solution، يعني الكل بيستفيد. ساعتها بنقدر نحط حد وسقف لتطور الدين العام، ما بيعود في هالإلحاح إننا نستدين 10 مليارات أو 15 مليارات. ليه؟ لأنه منكون فعلا سكرنا المزاريع. بس إحنا بحاجة هلأ سكرنا، يعني إحنا عم نحكي إنه إذا بقينا على هالنهج. عم بيقول صديقنا إنه هيدي الحكومة الجديدة يجب أن تأخذ أن تتخذ قرارات كبيرة. عم نقول هالقرارات كبيرة شو لازم تكون؟ شو لازم تكون؟ هلا خارطة هذا الطريق ما بدنا إياها حكومة مثل أخواتها. نعم، لا ما بتحمل البلد. هاي الفكرة البلد. إحنا إذا بدنا نعمل حلق قرار اليوم بتشكيل هذه الحكومة لازم نحط براسنا إنه هالحكومة أول شيء عندها 3 أشهر أو 4 أشهر لرئاسة الجمهورية، ومن بعدها ومن نعم. هون أنا بدي أصرخ وأقول كمان اليوم عن منبرك، ضروري ينعمل رئاسة الجمهورية هذا الاستحقاق بوقته، مشان لخل 1500 سبب، بس لسبب واحد بيعنينا هلأ بهالحلقة، هي أنه نحن ما بدنا نفزع المجتمع الدولي من وضع البلد المالي. وضع البلد ما بيسمح بقى نعمل خروقات معينة باستحقاتنا. شو وضع البلد المالي؟ هلأ رح نحكي بعد فاصل إعلاني إنه وضع البلد المالي موضوع كتير كبير، موضوع بلد يعني طبعاً. اليوم بدنا نقله للي شريك بالانفجار إنه مش قادرين نحنا نعمل لك دواء. بدنا نقول بعد أكتر وأكتر إنه يمكن مش قادرين، يعني رح نوصل مش قادرين نأمن معاشات وروابط. بدنا نشوف نحنا اليوم هيدي كله بعد ما حكينا عن تداعيات وجود السوري في لبنان، وجود اللاجئ السوري في لبنان وارقامه، يعني حكيت عن عن الـ عن الـ عن كلفه الهدر وكلفه الهدر كلفه فساد. نحكي عن كلفه اللاجئ السوري يلي لليوم بعد في حكي كتير، بس بعد لحديد لهاللحظه بعد ما قبضنا حقنا او حتى قرش من ما مطلوب لا عم نتحمله الاقتصاد اللبناني من هذا الوجود، وعندنا أرقام فيها نحكي عنهم هلا اذا بدك بعد الفاصل. اللي بدنا نقوله بس كلمه صغيره بعد، كثير مهم هالحكومه، كثير مهم الجاي علينا استحقاقات الاساسيه في رئاسه الجمهوريه تكون على الوقت المناسب، والا نحن رايحين الى المجهول اقتصاديا غير امنيا. بهمنا حكومه ما يتم اجهاضها بعد 24 ساعه و 48 ساعه. نعم. فاصل إعلاني ومنرجع بعد الفاصل رح نتحدث عن الوضع الحالي المالي في البلاد، عن المخاطر اللي كمان محدقة واللي مستجدة، واللي هي وجود النازحين السوريين بلبنان وكلفة هذا الوجود الاقتصادي وبعض الأمور الأخرى بعد الفاصل إعلاني. بدي
بدك تحاسبي. منتابع معكم أعزائي المشاهدين الحلقة. قبل ما يعني نرجع لسؤالنا العنوان الكبير اللي هو وضع البلد المالي، في شكاوى ويمكن هون نرجع بنفتح باب على موضوع المطالبات المطالب المعيشية وحقوق الموظفين والعمال، سلسلة رتب رواتب. كان مقرر أنه نأخذ اتصال مع منسقين عن المياومين والأجراء والمتعاقدين. السيدة هدى بيطار كان مفترض أنها تكون معنا باتصال، ما بقى معنا وقت كتير، ولكن سنطرح ونعالج قضيتهم بحلقات لاحقة. في استحقاقات، يعني نحن شاهدنا بالعام 2013 أزمة كبيرة، يعني بين على موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شاهدنا تعطيل بالمدارس وبالبلد. نعم. نعم. وشاهدنا أخذ ورد والسنة ما يعني قديش بدهم ينطروا الناس. في عنا مشكلة إضافية هي تثبيت المتعاقدين الأجراء المياومين من عمال الكهرباء وغير عمال الكهرباء، وهذه مطالب معيشية داهمة بالوقت اللي نحن عم نحكي فيه إنه إذا بدنا نكفي مثل السنة الماضية بدنا نستدين مبالغ كبيرة. 14 مليار هيدا شو تقدير ال 14؟ خلينا نتوقف عند ال 14 مليار اللي عم تحكي فيها. 14 يعني؟ مليار نحن اليوم عجزنا سنة ال 2000 نعم و 2013 نعم بعد ما سكرت السنة تكون. نعم. دقيقين. نعم. بس بتوقع رح نتخطى ال 5 مليار او 4.5 يعني. هلا استطيع ان اقول انه هذه الحكومة كانت أسوأ من سابقاتها بموضوع الصرف المال. لا لا بالعكس بالعكس، لا بالعكس، بوجع اكثر انه منا عاملين شيء، ما عاملين طرقات ولا عاملين جسوره ولا عاملين بنا تحتيه. مش الصرف يعني، صرف البلا طعمه يعني. اذا واحد بدون من دون جدوى اللي من دون انت اقتصادنا يلي كان لازم ينتج واردات. نعم. خفت الواردات. واحد اثنين، كتله الدين يلي عم تكبر وحده، ما لا عم اقول لك العداد ماشي. الفايده والهدر زاد والفساد زاد. الفايده ما بتنام. ماشي. كان عندنا والفساد صار يعني. اذا بس بحسب لك بس كلفه الفايده وكلفة عز الكهرباء لبنان تنضوي، وهو اللي بخوف المعالي الوزير جبران بسيلة اللي أنا بحييه لأنه عم يشتغل بالفعل، عم يشتغل كتير، ولكن الخطة كلها سوا اليوم فيها خلل. ما قدر يعمل ولا تشركة مع القطاع الخاص كافي، ما قدر يغير نوع النفط اللي عم يحرقه. نعم. وعم يجرب يزيد الساعات التغذية، وما علا وما عدل سعر التعريفه. شو صار؟ كنا عم نغذي حسبي 60% من الوقت، اذا غذينا 65% من الوقت بنزيد العجز 10%. وفي عنا ال 3 مليار بنزيد الخساره 10%. ما تنسي لهن ال 3 مليار اللي عم نحكي فيهم فساد 100% بقى، بس اللي ما تغيروا عن حكومات سابقه. بترجع لك بس على سؤالك، ليش 15 ليش 14.5 او 15 مليار من الدين سنه 2014؟ لانه عندنا 5.5 بتوقع نحولها 5.5 مليار دولار. نعم. كلفة العجز يلي بدنا نتدين وتنغطي العجز المصاريف. اثنين، في عندنا استحقاقات بالسندات الخزينة، بدنا نقلب ديننا من حدا لحدا بهالقيمة الفرق بصيروا 14.5. ولكن السؤال الكبير اليوم كنا عم نحكي فيه هلأني، كيف بدنا نأمن هالثقة، كيف بدنا نأمن هالثقة مشان تنلاقي هذا الدين؟ وهذا هالدين عم نحكي 14 مليار دولار، يعني احنا لما بنحكي بحجم ديون لبنان اللي هي 60 وهيدي 70 وهيدي بعد ما عالجنا سلسلة الرتب والرواتب. دكتور بس بدي اقول لك شغله، هذا موضوع عزيز على قلبها كثير لست غادة، وعزيز على قلبها حلقة كاملة موضوع سلسلة الرتب والرواتب. بس بعد ما حكينا، شفتي هل عم نحكي هلا؟ بعد ما حكينا بسلسلة الرتب والرواتب نحن بعد اللي بدها حوالي المليار، مليار ونص لمليارين دولار. نعم. ونحن وانا بعرف انه في ناس عم تتعذب بلبنان. نعم. وانا بشوفهم وبعيشهم، والتعتير بالبلد اليوم زايد ما فيكم تعرفوا قد ايه. طيب اليوم الشيء يعني نحن اذا ما بنتدين 14 مليار ما فينا نكفي سنه 2014 بال لا بس بتضلك تلاقي، بتعلي فوائد بتلاقي. شوف بتعلي فوائد يعني بتلاقي من 93. نعم. ادخلتنا هي الدوله المركزيه بلبنان بحلقة جهنمية. نعم. هالحلقة بتقضي بشو؟ إنه تحط موازنات سنوية فيها عجز كتير عالي. نعم. لأنه فيها إنفاق كان كبير على مشاريع إعادة الأعمار، وفيها استدانة كثيفة من قبل خصوصا القطاع المصرفي، وحط القطاع حط البنك المركزي
على هالاستدانة هاي فوائد كتير عالية تيثبت سعر صرف الليرة. فأدخلنا بهالحلقة هيدي الجهنمية يلي كانت تقضي بأنه الدولة تستدين بفوائد عالية، هالاستدانة هيدي كانت تعمل عجز بالموازنة العامة، العجز يتغطى بدين جديد عليه فائدة عالية، دونك خدمة الدين بلشت ترتفع بالموازنات اللاحقة. صحيح. وصارت مثل كرة الثلج، وصلنا اليوم ل 65 مليار دولار من الدين من دون سقف، وبعدنا عم ندور داخل هذه الحلقة المميتة تنكسر هالحلقة. ليش نحن عم نتكلم عن اللامركزية وعم بحكي أنا عن خصصة المرافق أو الخدمات العامة يلي الدولة كانت إداري فاشل جدا ومبذر فيها؟ ليش عم بحكي؟ تنكسر هذه الحلقة يعني المتعرفة. على غرار قطاع الخلية وفينا نعتبر أنه ما نوع من يعني تسليم الإدارة لقطاع خاص، يعني على غرار قطاع الخلية ولا الأحتف طبعا الدولة بتحتفظ الكهرباء مثل الدولة بتحتفظ بالملكية. نعم. وبتوقع عقود على غرار عقود التشغيلية المقامة، بس ما في تقصير اليوم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. ما في أراء، يعني في قانون بعده مجلس النواب ما عم بيطلع قانون تفعلا نقدر نمضي بمسألة أو موضوع الخصخصة وفعلا نوفر مليارات الدولارات على الخزينة من إنفاق مباشر ومن هدر وفساد مالي. نعم. تنقدر نكسر هذه الحلقة، وتحديدا نحن بحاجة إلى عقود استثمار وتحديث بإنتاج الكهرباء، توزيع الكهرباء وجبية عملت، قطاع المياه تخزينا وتوزيعا وجباية، قطاع سكك الحديد، كازينو لبنان، إدارة كازينو لبنان. نعم. وإدارة المستشفيات الرسمية. عارفة أنه مستشفى رفيق الحريري يشكو من عجز يصل إلى 65 مليون دولار، تكرير. نعم. بمجال تكرير النفط الخام، بمجال صيانة الطرق، وبمجال أيضا إدارة الصندوق الوطني للضمان. نعم. خصخصة إدارة الصندوق الوطني، ولكن لما بقول كلمة خصخصة هون الدولة بتضل هي المسؤولة عن وضع السياسة العامة. طيب وقالب هالجاتو اللي كله رعم يشو بيتحصصوا وين بس وين بروح يعني. قالب الجاتو بدون يفهموا انه ما لازم بقى يأكلوا جاتو، بدون يفهموا انه انه كترة الجاتو بيعمل حساسية، بيعمل سكر، والحساسية بالنتيجة بتقضي على الإنسان. ينتبهوا على حالهم، لأنه فعلا الناس الشعب كما قال الزميل الإفقار متوسع في البلد، الشباب عم بيهاجروا، التململ عامم كل العائلات بلبنان، الغلاء الأسعار، الغلاء نسبة الغلاء عم بتفوق دائما نسبة تطور الدخل الأسري أو زيادة الدخل الأسري، يعني الإفقار مستمر، العجوزات بهالدولة العظيمة مستمر، حتى العجوزات المالية داخل العائلات داخل الأسر مستمر. صح. وصاروا لبنانيين مجموعة مدينين مديونين، كلهم مديونين، كلهم مديونين صاروا. من أنا بزيد على هالصورة القاطعة وبالأسف. نعم. أنه للأسف أنه ب 2014 عم نرسم صورة هالقد سودة، يعني ما يضيعوا بيننا وبين ليلى عبد اللطيف والأخوان. بس شو بدي لك بعيد الشهر يعني. بس للأسف بدنا نكون واقعيين، الصورة فينا نغيرها، وأنا بقول بهالصورة اللي بتوجع كتير يمكن تكون فرصة ذهبية للبنان لنصرخ كلنا سوا. هلأ إذا بنعمل شيء ما بنغرق، وإذا ما بنعمل شيء وهذا اللزة هالمرة أنه كلنا رح نغرق، يعني بيأكل جاتو ما في حدا جاتو صار مسمم. يعني اليوم إذا بتقليلي اليوم تاع حكومة لبنان كله، فريق حكومة لبنان كله، إذا ما بيغير شيء بالقصة كلها سوا بقول لك خيب شو بدي. طب هيدا كله اللي عم نحكي ديرني تفليس. اللي عم بيحضرونا هلا بنقولوا. نعم. هيدا كله اللي عم نحكي كأصلاحات مطلوبة ما قالوا قيمة إذا ضل الوضع الأمني والوضع السياسي متأزم. ما هو مربوطين ببعضهم. الفكرة هي وهذا اللي عم نوصل للحديث هلا، إني عقد وطني جديد مبني على هالموضوع، بس أنه نحن كيف بدنا نعمل إنتاجية أحسن كما تغرق السفينة الجميع. إذا بنجي كلنا وصارت صار في عنا صورة مرسومة خالصة. وقفنا شوي عن الحياة، قصة كلفة اللاجئ السوري، النزوح السوري المتوقع بالعام 2000. اليوم متوقعين مليون ونص سوري في لبنان. نعم. كلفتهم عم درست بمجلس. نعم. الوزراء، وهلأني طالبين مصاري
من الدول المانحة لهالموضوع، ولكن بعد ما صار شيء، ولكن متأملين يصير. بس تاخذي فكرة، عندك اليوم مدارس مطلوب على القليل 300 مليون دولار لا تجهيز المدارس لتاخذ في شيء 100 مدرسة بدها تتجهز مشان تلميذ. هؤلاء وين بدهم يجوا على صندوق هيئة الإغاثة؟ هلا هذا موضوع تاني. لا لا، الفكره هي انه يصير في اليات مباشره لهذا الشيء. بس انا بقول لك على كلفه الاقتصاد مباشره. نعم. اليوم مثلا بعطيكي فكره، الخبز، نحن الخبز بلبنان المدعوم مدعوم لثلاث اربع ملايين. نعم. مش لسته مثلا، لا مثلا كل مليون. نعم. ونص. انا بعرف من اخواننا زملائنا الصناعيين يلي عندهم مطاحن. نعم. المطاحن كانوا عم يشتغلوا ب 40% طاقة إنتاج، اليوم عم يشتغلوا ب 85%. وكلفة طاقة إنتاج. كلفة الدعم زاد كمان على اليد العام اللبنانية. نعم. وتأثيرها. هذا موضوع كتير كبير، هذا موضوع كتير كبير. بالكهرباء متوقعين 300 ميجا وات، عم بحكي أرقام، 300 ميجا وات زيادة مصروف كهرباء من للوجود السوري في لبنان. نعم. هودا إذا بنتبع الرقم اللي عم نحكي عنه، قد إيه 100 دولار بالميجا وات بنخسر كاش، إيه بسنة بيطلعوا 250 مليون دولار. هو 250 زيادة عندك بين المي وصرف صحي. نعم. لأنه صار كلفة الصرف الصحي على البنى التحتية هائلة، مليون ونص شخص يعني معروف. هون كلهم انبحثوا بمجلس. نعم مكتوب اليوم في قرار أنا طرقت له، موثق وطالب من الدول المانحة تنظر مباشرة إذا هذه الكأكلاف وتشوف كيف بدها تساعدنا فيها. وهون فخامة الرئيس بسفرته على نيويورك هو اللي أطلق هذه المبادرة ب 25 سبتمبر إذا مش غلطان، وناطرين هلا للمرحلة القادمة كيف بدنا نعالج هذا الموضوع. بس إذا لم تأتي المبالغ والمساعدات من الدول المانحة زيادة على الخمسة ولم تصرف يعني بإطار شفاف ومن دون فساد، كمان رح يصير في إرهاق يعني. هذا الرقم اللي حكيتك عنه ما بنقدر هون نسأل أو نتساءل ليش وصلنا لهالكم. بدنا نختم الحلقة بهذا السؤال، لهالكم الهائل من النازحين. طيب شو كان دور الدولة بموضوع إدارة عملية النزوح؟ أنا بفهم أنه الدول الجارة لدول أخرى فيها حروب وإلى آخره إنها تساعدها على الصعيد الإنساني، بفهمها يعني أنه ما تقبل من النازحين غير النساء غير المرضى غير الأطفال غير الشيوخ تكون في عملية غربلة لموضوع دخول نازحين من دولة إلى أخرى، ولكن هذا الدخول المفتوح للجميع إلى لبنان. نعم. بها الكثافة من دون مراقبة. طيب. مين بالنتيجة؟ خلاصة الحلقة نهايتها صارت الخلاصة يعني اليوم فينا نقول خلاصة ببعض هيك الكلام. شو الخلاصة يعني شو نحن قدم أي استحقاق وباختصار شو لازم تفضل قبلي ولا تفضل نحن هلأ أني أهم شيء بالنسبة لنا أنه هالاستحقاقات بسنة 2014 أن ننجح بالقيام بها. يعني أولا استحقاق تشكيل حكومة، بس مش تشكيل حكومة ما تاخد ثقة يعني. نحن بحاجة حكومة تستطيع أن تلعب دور إنقاذ. نحن منا قادرين بعد نراكم أزمات. والموضوع اللي حكينا عنه من إنه يعرفوا إنه ما بقى فيهم ياكلوا حلوة، ما بقى نقدر سمم بالقطو، مش مسموح بقى يدخلونا أو يا ريت بتسمم أو نضلنا ندور بهالحلقة هيدي. نعم. الجهنمية بدهم يعرفوا كيف لازم يكسر. أنا بعتبر أنه مثل ما تفضل الدكتور بزيد، استحقاق رئاسة الجمهورية. نعم. أساسي، استحقاق الحكومة أساسي. الفكرة الأساسية لازم تكون ببيان الوزاري بنظري هي مبدأ الانتاجية والفعالية قبل كل شيء، لأنه نحن على سفير الهاوية بدنا قرارات سريعة تغيير بنيوي يصال إلى نظرة شاملة إلى لبنان الجديد، لبنان يلي هو في لا مركزية، لأنه صارت الصورة على هذا واضحة. الأمل والحلم اللي صار حلم عنه لبنان فيها اللي عم فيها نحكي عنه فيها خصخصة. نعم. كل هالأفكار هو بدون يكونوا مع بعضهم تتترجم بالبنى التحتية وبالنمو الاقتصادي اللي اليوم
بكل الأحوال نحن مفروض يضل هيدا الحوار موجود، يمكن هيدا الحوار أفعل من أي حوار سياسي عم بتم بالبلد وعم ياخد حيز بالإعلام. أنا بدي أشكركم وبدي أرجع أجدد أنه كوقفة من برنامج الفساد مع كل الذين أصيبوا بالانفجارات بكل المناطق اللبنانية ويحتاجون إلى متابعة لحالاتهم ومساعدة، نحن سنوصل لهم صوتهم للمراجع المعنية، وبدنا نحاول قدر الإمكان أنه نحكي عن كل الأوجاع والمصاعب والفساد اللي عم بحل فينا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وتصبحوا على ألف خير. الفساد وقف حقك طالب لا تخاف.